السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين. تعتبر البرامج السياسية الساخرة التي تقدمها القنوات اليمنية في المواسم الرمضانية جبهة وعي متقدمة في إطار المعركة الوطنية ضد الانقلاب، ويمكن القول أن التفاعل أو التأثير مع الإنتاج اليمني الساخر يتجاوز الإطار المحلي إلى الدولي من حيث ازدياد نسبة المتابعين، إذ أصبح للبرامج اليمنية جمهور عربي ربما يعيش أوضاعا تشبه الوضع اليمني. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش تأثير البرامج الساخرة وتوجيهها للرأي العام، وكيف تسهم في توجيه أو تحريك الشارع، فضلا عن صناعة وعي مقاوم يشكل مناعة وطنية ضد سياسة التجهيل والتغييب التي ينتجها الإعلام الانقلابي والمضاد. لمناقشة هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا من الرياض الفنان محمد الأضرعي عبر الهاتف، وسيكون معنا أيضا الأستاذ عدنان الورافي المخرج والمنتج الفني وإعلامي يمني، كذلك سيكون معنا الفنان والإعلامي الساخر الأستاذ محمد الربع، وكذلك الفنان علي الحجوري. في قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الأستاذ عدنان الورافي عبر السكايب من الرياض. مساء الخير أستاذ عدنان. مساء النور أستاذ بشير، مساء النور لك ولكل ولقناة بلقيس ولكل مشاهدي قناة بلقيس، هذه القناة الرائدة. مساء الخير للمناظرين الأبطال المرابطين في جبهاتنا في كل مكان. مساء النور وكل عام وأنت بألف خير. أستاذ عدنان، في البداية كيف تابعت البرامج الساخرة التي عرضت في القنوات اليمنية، وعلى وجه التحديد ربما أبرز هذه البرامج برنامج عاكس خط وبرنامج غاغة؟ أولا أشكر لكم هذه الاستضافة وإتاحة هذه الفرصة للإدلاء بالرأي وإيصال رسالة في هذا التوقيت الذي يحقق فيه الوطن انتصاراته، الوطن يستعيد اليمن لليمنيين من أيدي الغزاة الحوثيين. تابعنا البرامج خلال شهر رمضان المبارك للرائعين محمد الأضرعي والعزيز محمد الربع، الذين قدما برامج مميزة أخذت على كاهلها معركة الوعي لإيصال رسالتها إلى المجتمع، وخاصة بعد أن يعني أثخن الحوثيين في الظلم ويعني اشتغلوا على 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 تدمير الوعي، وسيطروا على القنوات وسيطروا على 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 المنابر الإعلامية وكمموا الأفواه وصادروا الحريات. عمل هذان الفنانان على استعادة الوعي، وخاصة بعد أن يعني انتشر الظلم عملوا على يعني إسقاط هذه الشخصية وهذه الهالة وهذه القداسة التي ادعتها هذه الفئة الباغية. فكان يعني كان أداءهم أداء رائعا مميزا، وصلت رسالتهم، وخاصة أن البرامج الساخرة هي الأكثر قربا من الناس لما تحويه من 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 بساطة الرسالة، ولما تقدمه من 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 عمق في الوعي، وكذلك أنها تكون مبنية في الغالب على دراسة ميدانية ونفسية. نعم. للمجتمع اليمني. نعم. طيب أستاذ عدنان، اسمح لي أن نرحب بالفنان القدير الأستاذ علي الحجوري. أستاذ علي مساء الخير، كل عام وأنت بألف صحة وعافية. وأنت بخير والصحة والسلامة إن شاء الله، وعيدكم مبارك، وشكرا لقناة بلقيس إتاحة هذه الفرصة لي. مرحبا بك أستاذ علي. لا شك أنك لك دور كبير في البرامج الساخرة، كان لك أيضا باع كبير في الدراما، لكن ربما السنوات الأخيرة اتجهت إلى البرامج الساخرة وجسدت العديد من الأدوار للشخصيات التي يراد من خلال البرنامج إيصال رسائل معينة أو تعريتها أو توضيح مغازيها. كان لك تجربة في غاغة وفي عاكس خط، أين وجدت نفسك أكثر أستاذ علي الحجوري؟ والله هما أصلا ما في لهذين البرنامجين تقريبا الذي أتيحت لي الفرصة للمشاركة فيهما. نعم. غاغة، وكان هو أكثر
برنامج شاركت فيه، وهذه السنة كان لي مشاركة في برنامج عكس خط، والحمد لله يعني كانت تجربة جيدة ورائعة يعني. نعم. كان لها أصداء طيبة. نعم. مقدار رضا الجمهور أو رجع الصدى من الجمهور على ما قدمتموه أستاذ علي في برنامج غاغا وعاكس خط من مشاهد درامية جسدت شخصيات وجسدت أيضا واقع اليمن المعاش هذه الأيام؟ والله يعني له أصداء طيبة صراحة، ويعتبروا أعتقد والله أعلم على ما سمعت وعلى ما وصلنا من الرسائل أن البرنامجين الأكثر مشاهدة عاكس خط وغاغا، يعني بحكم الكوميديا والقروب والاقتراب من الناس وملامسة أوجاع الناس، لأن في مسلسلات وبرامج يعني تم تنفيذها خلال شهر رمضان بس تتكلم عن مواضيع وتغرد خارج السرب. يعني نحن الآن في معركة، وأعتقد أنه الحديث عن شيء آخر من الترف يعني. نعم. وجهة نظر سؤالي، لكن ربما البعض يقول يعني لا ينبغي على الجميع أن نعيش هذه الحالة من الحرب والأحزان والآلام، لابد أن نفتح أيضا نافذة للأمل ونافذة يعني للأحلام حتى ولو كان وضع اليمن سيء وصعب. نحن أجبرنا على الحديث والسير بهذا الطريق ولم نختاره نحن. نعم. نحن يعني نعشق السلام ونعشق الأمان ونعشق الحب، لكن اضطررنا يعني للسير بهذا الطريق يعني. نعم بالتأكيد. طيب أستاذ علي أبقى معي، يعود للأستاذ عدنان الورافي. أستاذ عدنان، إذا يعني الأستاذ علي الحجوري طرح بعض النقاط المهمة ويعني تحدث بأن هناك رجع صدى جميل من الجمهور وأننا ربما أكثر البرامج متابعة ومشاهدة، برأيك لماذا حظيت هذه البرامج الساخرة بهذا الاهتمام الكبير من اليمنيين؟ أستاذ عدنان الورافي أهلا وسهلا، سمعت السؤال؟ لا، كنت قد سألتك لماذا يعني حظيت هذه البرامج الساخرة والسياسية في رمضان بمتابعة واهتمام كبير من قبل الجمهور اليمني؟ غير واضح الصوت يا أستاذ بشير. نعم. طيب الآن تسمعني؟ الآن أسمعك. نعم. البرامج الساخرة يعني التي يعني عرضت في شهر رمضان، لماذا كانت ربما أكثر البرامج اهتمام ومتابعة من قبل الجمهور اليمني؟ نعم استاذ بشير. طيب اذا في اشكاليه اتمنى ان تصلحوها، ساعود للاستاذ. نرحب بالاستاذ محمد الربع الاعلامي الساخر والفنان الجميل الزميل محمد الربع. مساء الخير استاذ محمد، كل سنه وانت بالف صحه وسلامه وعافيه. طيب وجميع المشاهدين وكل سنه وانتم بالف خير وانت بصحه وعافيه. استاذ محمد، عاكس خط هذا الموسم ربما أحدث أثر ونقلة كبيرة فنيا وأيضا يعني مضمونا، وربما هذا بشهادة الكثير من المتابعين ومن النقاد وأيضا من حتى يعني من هم مهتمين بنقد يعني للبرامج الفنية والساخرة بشكل أوسع. برأيك ما هو السر أستاذ محمد لهذا العام تميز عاكس خط بصورة أكبر من الأعوام السابقة؟ والله يعني الانسان بطبيعه الانسان انه يتطور يعني في عمله وانه يحاول يتلافى بعض الاخطاء التي تحصل له في من قبل. احنا اهتمينا في هذا الجانب ايضا بموضوع الشكل الفني، ايضا اضفنا موضوع الكليبات بشكل اكبر واهتمينا بشغلها كشغل فني وكلمات واختيار الالحان ايضا. نعم. لم يعني من جانب المضمون حاولنا ألا نكرر بعض الأشياء أو المواضيع نفسها، ولكن ناقشها بقضايا مختلفة. أيضا اعتمدنا بشكل كبير بإضافة نجوم مثل الفنان علي الحجوري وغيره، نجوم درامية، بحيث يكون العمل يعني فيه أكثر من وجه ويحصل فيه تنوع مضمون ودراما. نعم. هل يعني موازنة عاكس خط هذا العام المالية ربما يعني كان هناك يعني عطاء سخي حتى انعكس على شكل البرنامج، أم لازلتم تعملون في الظروف الصعبة وبالإمكانات المتاحة ولو أتيح لكم أكثر ربما لأبدعتم أكثر وقدمتم شيء أجمل من المتوقع؟ أستاذ بشير أن تعرف السقف المادي والتموين في القنوات اليمنية، يعني ماشي إحنا لا نقارن بأي قنوات خارجية. إحنا يلا ويمكن شفت حلقة الكواليس، إحنا ما زلنا نفتش ما هذه الغرفة الذي نشتغل منها، ولكن يعني انه
الهدف الذي نمشي به والرساله اللي نحملها يعني تجبرك انك لازم تشتغل، لازم تسكن في عملك. اما لو اعتمدنا على الجانب المادي او كما توفرت امكانيات او الى ان تتوفر يعني مثل بقيه القنوات الخارجيه وكذا، فلن نشتغل اي شيء ونظل يعني ننتظر حتى تاتي هذه الامكانيات. فعمل بالمتاح وربنا يعني ما خيب الظن. نعم. فترة الإعداد أستاذ محمد، هل يعني المدة التي تستغرقونها حتى يتم يعني تقديم عكسات بهذه الصورة التي حملت هذا العام ربما يعني أو عكست شيء كبير وقدر كبير من الاهتمام والمتابعة حتى يعني انتج بهذه الصورة ويعني ناقش قضايا جريئة وهامة ووضح بصورة أكثر يعني قربا من الناس؟ مرحلة الإعداد هي أهم مرحلة يعني في العمل بشكل عام، هي مرحلة الإعداد والرصد. احنا استغرق مننا رصد متواصل للقنوات اللي ما يقارب 6 أشهر يعني احنا نرصد هذه القنوات. ايضا بعد الرصد يعني هو الفرز والاستعراض، استعرضنا ما يقارب من 8 إلى 9 ألف ساعة بث، ونحن نستعرضها كاملة ونختار المقاطع والأشياء اللي ممكن يعني بحيث لا احنا اعتمدنا في عكس خط انه لازم تأتي بشيء جديد او بتصريحات او بمقاطع الناس لم يشاهدوها. اما المتناول والمتداولة عند الناس فلم تعد جديد، واحنا دائما نركز على هذا النقطة، لازم تطلع أشياء جديدة وتصريحات جديدة وكلام جديد بحيث تضيف للإعلام، تضيف للبرنامج شيء جديد. أما لا نعتمد بشكل كبير على المقاطع المتداولة مع رغم شهرتها أو أهميتها، إلا أن احنا نركز بشكل أساسي أنه ننبش الأشياء التي لم يسمعوها الناس ولم تصل إلى الناس. نعم. طيب أبقى معي أستاذ محمد وأعود للفنان الجميل الأستاذ علي الحجوري. أستاذ علي الحجوري، ربما البعض يقول بأن هناك تكرار ربما لبعض المشاهد بصورة أو بأخرى، لأن أنتم تناقشوا نفس المواضيع ولا زلنا نعيش في واقع ربما هو نفس الواقع الذي مر على اليمين من 3 سنوات. هل فعلا هناك تكرار لبعض المشاهد أم لا؟ أنت جاوبت ضمنيا في السؤال، أن احنا نعيش نفس المشكلة ونفس الأحداث. نعم. تتكرر، وبالتالي لا أستطيع أن أستحدث أمور غير الموجودة، يعني ربما أغير القالب أو أغير المشهد أو أغير اللحن أو الأغنية، لكن هي مشكلة واحدة أنا أعاني منها، بس أحاول أن أأتي لها من زوايا أخرى. نعم. ربما هذا هو السر في التكرار. نعم. ويعني ربما هذا أو سبب مهم يعني في التكرار. نعم. هل استنفذت كل الأفكار حتى مثلا تكرر بعض المشاهد ولا تتاع على الأقل من زوايا أخرى؟ والله شوف الأستاذ محمد الأضرعي، وأنا بعثر برسالة وتحية من هنا، هو اللي بيجلس يعد المشاهد، بالذات أنه مسألة المشاهد، مسألة الأغاني ترسل الشاعر واللحن وتمشي، لكن مسألة المشاهد ومفقرة الشيعي بيجهزها الأستاذ محمد الأضرعي طوال الفترة يعني، وهو طوال فترة الإعداد متخوف هل ستتصل القناة قبل رمضان أم لا تتصل له. فهو أيضا حتى مش ما أخذ معهم حتى أنه قدم البرنامج في بداية العام ولم ينظر لتقديم هذا إلى قبل رمضان بفترة بسيطة، يتصلون تعال صور غاغة، فيحاول أن يقدم يعني في فترة وجيزة ما يعني عجزوا عنه كثير. نعم. هل الإمكانات أستاذ علي أيضا لها دور كبير في عدم يعني إعطائكم المساحة الأكبر ويعني للتفكير للإعداد للتجهيز بصورة أكثر؟ يعني الكل يدرك قيمة المادة وقيمة الإمكانيات في إخراج عمل محترم. نعم. يعني مثلا عندما يعني نضطر لأخ أخ وعزيز مخرج رائع جميل زي مخرج برنامج غاغة، وأنا أرسل له تحية من هنا، يعني هو مخرج برامج الدراما، هذه شيء صعب، يعني لابد أن تأتي بمخرج دراما محترف وزوايا، وإحنا واقفين بكاميرتين فقط. وحتى لما حاولنا أن نأتي بمشاهد خارجية اضطررنا لإخراج تصريح، وظل أيام لما أخرج التصريح وبمبلغ كبير على أساس أخرج صور مشهدين أو 3 فقط خارج. فمسألة الإمكانيات هذا أمر مهم، يعني نحن بإمكانيات بسيطة بوجود بعض الشباب استطعنا أن نقدم هذا العمل، يعني ولو توفرت إمكانية أكثر أكيد سيكون العمل مختلف تماما يعني. نعم. طيب أستاذ علي يبقى معي أيضا الأستاذ محمد الربع، سأعود إلى الأستاذ عدنان الورافي عبر السكايب من الرياض. أستاذ عدنان الآن تسمعني بوضوح؟
استاذ عدنان الورافي. استاذ عدنان هل تسمعني؟ يا شباب اتمنى انه يعني يتم اصلاح الاشكاليه حتى يعني نتحاور مع الاستاذ عدنان بصوره يعني اوضح ويسمعنا ونسمع ما نطرح. اذا مضطر اعود للاستاذ محمد الربع. استاذ محمد الربع، اذا تحدثنا مثلا عن رجع الصدى من الجمهور استاذ محمد، يعني ما هي يعني اكثر ما اسعدك واكثر ما ربما وجدت فيها نوع من القسوه سواء نقد او عتاب؟ والله من اكثر الاشياء الذي تسعدنا في البرنامج وهو متابعه الناس، عندما تجد ان رسالتك وما تقوم به يصل الى الناس هذا اهم انجاز واهم مكسب لك. ايضا من الاشياء انه اذا تاخرت فقط مجرد الحلقه احيانا يعني يعلق حسابي في الفيسبوك من كثر الرسائل ويعني والاتصالات، فهذا دليل ان الناس تتابعك هي اللي تجري وراك، فهذا بحد ذاته يعني يريحنا ومكسب كبير لنا، يعني لانه المشاهد يعني خصوصا في رمضان زحمه البرامج لا 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 يل يعني ما تجعلكش انك لازم تزاحم بقوه، ولانه يفضي من نفسه 20 دقيقه او انه هو يبحث عنك او عن برنامجك، فهذا تفضل من المشاهد بالنسبه لنا، يعني لان القنوات بالالاف امامه. فالشيء اللي يريحنا انه ما زال في مرعاك يكبر، وايضا يبحث عن الماده وعن الحلقه هو بنفسه، متى وصلت، لماذا تاخرت في الرفع في الانترنت، لماذا اذا في تكرار اذا لا، وهذا شيء يسعدنا. اما بالنسبه للشيء الذي قد ربما يكون انتقاد او كذا، لا لا لا, لا بالعكس، انا بالنسبه لي الانتقاد يفيدني كثير. ايضا اذا وجدت ايضا انتقاد غير منطقي مثل او شتائم او مثل هذا، بالعكس احس انني رسالتي وصلت ووضعت يدي على الجرح، ما دام في ناس يعني انني ان يعني تضايقوا من كلام. نعم بالنسبه لي ان يكون رسالتك وصلت وتالم منها يعني الشخص الذي يسلك عكس الخط. نعم استاذ محمد، لا شك انك حدث هذا العام ربما خاصه في الحلقه الاولى انتقاد كبير وحمله ربما يعني استهدفتك انت بصوره شخصيه، يعني رجع صدى هذاك وتلك الحمله التي شنت على الاستاذ محمد الربع عندما تحدث بصوره ربما واضحه وذكر حقائق ليست يعني لا اكاذيب ولا شيء، يعني كيف كان شعورك عندما وجدت هذه الحملة الكبيرة؟ أيضا على الجانب الآخر كان هناك أيضا حملة دفاع عنك وعن ما تقدمه. لا أخفيك أخي بشير، يعني كنت سعيد يعني بهذا الحدث حتى ولو كان موجه. أنا تعمدت أن تكون هذه أول حلقة، يعني أنا وجدت أكثر من حلقة وكان لدي أكثر من خيار لعدة حلقات، أنا الذي اخترت لأن تكون هذه أول حلقة، أولاً للفت الأنظار للبرنامج، لأنه لو أعطيت حلقة يعني موضوعها مستهلك كنت لن أجد نفس الصدى وتناول الأخبار وتداول الحلقة، فأنا تعمدت أن تكون الحلقة الأولى لإثارة المشاهد سواء سلباً أو إيجاباً، اسمع أولاً عن البرنامج وإنه في برنامج، بعدين في الحلقات الثانية والثالثة بيتابع. ولكن نعم. انا كنت بحريص انه في اول حلقه ان تكون اول حلقه صاحبه اثار، في نفس الوقت انا لم اقول شيء جديد، هو ما يقولها الناس اين راحوا، يعني هي كانت موجهه والسؤال اين راحوا الناس، انا فقط قولبتها وحطيتها في حلقه، ولا السؤال هو مطروح عند الناس، وربما ما قد ربما يكون الناس يجاملوا او ما يقدروش يقولوها او يقولوا نكسب كذا، لا انا قلت السؤال طرحته بوضوح، اين راحوا هؤلاء الناس الذي صفقوا واحتشدوا وطبلوا، فقط انا قلته انني رفعت صوتي وقلت اين راحوا. نعم طيب استاذ محمد ابقى معي، وايضا الاستاذ علي الحجوري والاستاذ عدنان الورافي، سنذهب الان نتابع بعض المشاهد من برنامج عاكس خط الساخر وايضا برنامج غاغا، ومن ثم نكمل النقاش، ابقوا معنا. لا إله إلا الله شلوا كل شيء، لا إله إلا الله نهبوا كل شيء، لا إله إلا الله ما عد بقوا لنا شيء، لا إله إلا الله أهم شيء سيدنا وطز في كل شيء.
يلي عكس خطي انت مش وحدك في الخط حولك الكل يشوفك كان المفروض ما تغلط كان المفروض ما تغلط كان المفروض ما تغلط يلي عكس خط طيب لماذا الشيعة يصدقونكم في كل شيء؟ كل ما تقوله يصدقون. والله ما لي علم، حتى أنا والله مطنن، شعب عرضة، يا سلام، والله أنها أفضل شعب مذهبي في العالم. ولعلمك لسناك مثلكم الذين تتقافزون على علمائكم وتردون، نحن لا نرد على علمائنا البتة كما جاء. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأعود إلى الأستاذ عدنان الورافي. أستاذ عدنان، هل تسمعني الآن؟ أستاذ عدنان، سأعود للأستاذ علي الحجوري. أستاذ علي الحجوري، يا إذا تحدثنا عن بعض الانتقادات التي وجهت لبرنامج غاغة للفنان الأستاذ محمد الأضرعي وأيضا الأستاذ علي الحجوري بأنه ركز بصورة كبيرة ربما على مواضيع طائفية، والإشكالية هي موضوع السياسة والسيطرة على الحكم، كيف تردون على من يتهمكم بذلك؟ أولا يعني بالذات هذا السؤال في مسألة الموضوع الشيعي، نعم، يسأل يعني الأول الأستاذ محمد الأضرعي، نعم، أنا لا عدا لي مع الشيعة أبدا، ولا عدائي مع أي مذهب أو دين، أنا عدائي مع مجموعة من الناس خرجوا بالسلاح سيطروا على الوزارات وعلى المؤسسات وأرغموا الناس على مذهب معين. هذا مشكلتي، ليست معي مشكلة، ولكن كان قصد الأستاذ محمد من هذه المشاهد السخرية من الخرافة الموجودة في هذا المذهب الذي يتشدق به الحوثيين يعني. نعم. وتعريته، حتى ان احنا هذه السنه، لانه بعض الناس قالوا انتم تكذبون، فكنا نضطر بوضع مشهد لواحد شيعي معمم يقول نفس الكلام اللي بيقوله الاستاذ محمد الأضرعي في المشهد الشيعي. نعم. والا احنا لا يوجد لدينا عداء، ونحن يعني طارحين في سيناريو هنا للغاغه ان نتكلم في الاعوام القادمه ان احيانا الله عن الخرافات الموجوده في كل المذاهب، بس الان نبدا بهؤلاء. نعم. طيب استاذ علي، اذا ايضا يعني انا ربما تابعت لك الكثير مما يعني من المقاطع فيديو او ما تكتبه المنشورات، بان البعض ينتقدكم بشده وينتقد مثلا ويسخر من برنامج غاغه، وعلى يعني الجانب الاخر ينتظر الحلقه متى تنزل ويتابعها، يذهب الى اليوتيوب او الفيسبوك او عبر الشاشه الكبيره لمتابعتها. يعني اهتمام الناس، وعلى الجانب الاخر ينتقدون، ما رايك كيف تفسر هذه الحاله؟ اولا المنتقد اما محب، وهذا نقبل منه الانتقاد، لانه العمل لن يتطور الا بوجود موضوع النقد هذا. نعم. وفقه المراجعه لاي شيء، لاي مؤسسه، لاي شركه، لاي، لان العمل في الاخير هو بشري. نعم. والمجتمع والمشاهد هو الذي يهمنا، فأي انتقاد نحن نفرح أكثر من التهم. بالنسبة لموضوع الحاقد أو الذي يكون في الطرف الآخر، نحن أيضا نسعد بهذا السب والتجريح، لأنه هذا دليل أنك أوجعته، لكن يعلم الله، تأتي لنا أخبار يعني من ناس مثل فيهم أنه حتى قيادات حوثية تتابع غاغة وتتابع عكس خط، لأن فيه من الطرافة والضحك، استطعنا أن نوصل كل الرسائل بطريقة محببة للجميع يعني. نعم. طيب أستاذ محمد الربع، هل فعلا يعني عاكس خط غاغة أو كل البرامج الساخرة
تصل إلى يعني من تقصدوهم فيما تقدمه من مادة؟ يعني بصورة أخرى، ربما الكثير يقول بأنكم يعني برامجكم وجمهوركم يقتصر على من يؤيدونكم ولا تصلون إلى الجانب الآخر الذي أنتم تسعون لإقناعه وفضح أنصار من يعني يذهبون خلفه لمناصرته أو القتال معه أو يعني الوقوف به صفه. أستاذ محمد، أستاذ محمد الربع، هل تسمعني؟ إذا سنعود الاتصال بالأستاذ محمد الربع. أستاذ عدنان الورافي، هل تسمعني الآن؟ أستاذ عدنان الورافي، ربما أيضا في إشكالية في الاتصالات لا ندري، إن شاء الله يتم إصلاحها. إذا مضطر أعود للأستاذ علي الحجوري. أستاذ علي الحجوري، السؤال الذي كنت قد وجهته للأستاذ محمد الربع بأنكم يعني هل يعني يصل ما تقولونه وما تقدمونه وما تنتقدونه إلى الطرف الآخر الذي يقف بصف من تنتقدونه سواء الحوثيين أو غيرهم، أم يقتصر على جمهوركم المحب لكم فقط؟ الرسالة موجهة للجميع، ومن هم الجميع؟ هم الشعب اليمني، حتى الحوثي هذا هو واحد من الشعب اليمني. نعم. فنحن نتخاطب بلغته بلهجته باللحن اليمني المحب للناس. نحن يهمنا، أنا كنت في جبهة حرق في آخر أيام شهر رمضان، والله العظيم يا أخي إني شفت جثة حوثي وكان ما يعني ما زال عليه ملابس يمنية، تألمت. هذا يمني، أنا ما بش بيني وبين هذا أي عداوة ولا أي ثأر. كل ما في الأمر أنهم ناس خرجوا أرادوا أن يضطرون اضطرار. ما نفرح بموت أحد ولا نفرح بقتل أحد، نحن نريد أن نعيش بسلام، فهم اضطرونا لهذا الشيء، ولذلك هم يهمون جميعا. ومعركتنا كما هاشتقوها في معركة وعي، نحن المصيبة والكارثة التي نجدها الآن هي غياب الوعي، والوعي هذا لا يشكل إلا بالإعلام. وأنا ألقي اللوم على جميع القنوات اليمنية مقصرة في هذا الجانب تقصير عجيب. كنا نتمنى يعني بالذات القنوات التي مع التحالف الحكومة الشرعية أن ينتجوا عمل بمستوى المرحلة، بمستوى الوقت اللي نحن فيه، وكم نصرخ في كل اتصال ولكن لا يزيد. هذه كلها البرامج اللي تشوفها سواء عكس قط أو غاغة أو أشتي أفهم أو أي برنامج، كلها بجهود شبابية، ولو جلسوا ما حتحركوش. وزارة الإعلام مقصرة إلى درجة ما تتخيلها، وهناك ميزانية تذهب لا ندري إلى أين، ومن يقف في هذه الجبهة، الجبهة الإعلامية، لا ينظر إليهم أبدا. نعم، طيب سنتحدث عن هذه الجزئية أستاذ علي الحجوري. اسمح لي أن أعود للأستاذ محمد الربع. أستاذ محمد، الأهداف التي رسمتموها في برنامج عاكس خط وحاولتم أن تجسدوها خلال المواسم الماضية، هل حققتموها جميعها؟ هل هناك أهداف لا زلت تحلم وتسعى جاهدا أنت وطاقم العمل الذي بجوارك لتحقيقها؟ والله الأهم هدف وضعناه هو معركة الوعي، إنه لازم معركتنا الأساسية هي فهم الناس. الميليشيات اللي تجلب الناس إلى الموت لا تجلبهم إلا وهم لا يحملون الكم الكبير من الوعي ولا يعرفون أين سيذهبون. فكانت معركتنا الأساسية هي معركة مع عقول هؤلاء الناس. لا لا لا، نحن لم نستهدف حتى النخب وهذا ومن تسيس، أو يعني كان هدفنا هو المشاهد البسيط، كان الهدف هو الذي يروح ضحية، كان الهدف هو الذي يعني لا ناقة له ولا جمل، هو المغرر به. فكان رسالتنا هو والهدف الأول من البرنامج هو مخاطبة هؤلاء الناس، الذي كثير من وسائل الإعلام لا يعني أو البرامج لا تخاطبهم، وهي الشريحة البسيطة التي ربما تكون أمية أو لا تقرأ ولا تكتب. هذا كان الهدف الأول. الهدف الآخر أنه كان يعني هو من باب يعني مساندة المشرعية ومساندة الدولة في إيصال رسالتها لهؤلاء الناس. يعني هدفنا أنه نحن نختلف على مع هؤلاء، ليس اختلاف يعني أنهم يعني ما بيضموش أو أنهم ما بيقولوش آمين، لا يا أخي، هؤلاء انقلبوا على السلطة بقوة السلاح يعني واستخدموا العنف. فكانت رسالتنا لهم من هذا الباب، أنه أنتم لستم يعني إحنا خصومتنا مع ما تقوموا به لا ما تؤمنوا به. فكانت هذا لم نجعل هؤلاء الناس أنهم عبارة عن خصم
لابد أن نفني أو لا صحح من أخطائك وتراجع عن أخطائك وسوف يعني لكي نعيش بسلام. نعم. طيب أستاذ محمد، كلمة أخيرة فقط لمحبيك وأيضا معارضيك أو من ينتقدوك فيما تقدم. أقول أولا لمن يعني المحبين أو المتابعين ومن يتابعون، أقول لهم شكرا لكم على المتابعة. أقول لهم أتمنى أنني وفقت وقدمت شيء نال إعجابكم. أتمنى أن تعذروني إن 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 إن, إن, إن هناك نقص أو خلل أو لم أستطع أن أقوم بما تطمحون به. أما لمن ينتقدني، يا أخي اسمعني وأحكم لا 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 لمن أنتمي ولا إلى لمن أدار. اسمع كلامي، إن وجدت فيه خير حتى 50% صح ولا 20 خذ القليل هذا واستفد منه. إلا يعني وخصومة بيني وبينك هي السلبية والأخطاء. نحن لا نناقش الأشخاص بل نناقش الأفعال والأقوال. أنا ربما يوم ستجدني أدافع عنك وأقف في صفك إن بس عدلت من سلوكك. أنا خصومتنا هي في سياسات وممارسات، لا في أشخاص ولا في عقائد ولا في مناطق ولا شمال ولا جنوب. خصومتي معك هي في الأقوال والأفعال فقط، وستجدني اليوم أنتقدك ربما تجدني يوم محاميا عنك. أشكرك الزميل العزيز الإعلامي الساخر والفنان محمد الربع، شكرا جزيلا لك محمد، كل عام وأنت ألف خير. وتهانينا أيضا العزيز زكريا بمناسبة زواجه إن شاء الله غدا بإذن الله. تحياتنا لكم، شكرا لك أستاذ محمد. وأعود للأستاذ عدنان الورافي ولكن عبر التليفون بسبب الإشكالية التي حصلت في السكايب. أستاذ عدنان تسمعني الآن؟ أسمعك أهلا بك أستاذ عدنان. نعتذر منك يعني بسبب الخلل الذي حصل، كنا نتمنى أن تظهر صوت وصورة لكن إشكالية لم نتمكن من إصلاحها. إجمالا أستاذ عدنان الآن يعني من يتصدرون معركة الوعي ويعني صنع وخلق رأي عام في المجتمع اليمني، خاصة الناس البسطاء الذين يعني من الذين يتحدثون باللهجة البسيطة ولا يفهمون إلا لغة البرامج البسيطة والساخرة؟ هل برنامج عاكس خط وغاغة يعني غطى هذه الزاوية أشبعها لهذا الجمهور؟ المعركة ليست معركة يعني معركة فقط، المعركة نعم أستاذ عدنان. ألو، في مشكلة. أنا أعتذر مرة أخرى للأستاذ عدنان الورافي الإعلامي والناقد الفني، وأعود للأستاذ علي الحجوري. أستاذ علي الحجوري، الآن أنتم من تتصدرون مشهد تثقيف الناس وتوعية الناس، خاصة في ظرف مثل هكذا يعني في ظرف حرب، يعني طرف راضي عنكم كل الرضا وطرف آخر ينتقم منكم ربما أو ساخط عليكم كل السخط. أبرز المخاطر التي تخشونها أنتم كمبدعين وفنانين تتصدرون هذا المشهد. السؤال إيش أسب؟ عفواً. نعم، السؤال مرة أخرى، مقدار المخاطر التي تشعرون بها أنتم كمتصدرين في الجانب الفني والإعلامي في ظل الحرب وتحاولون توعية الناس وهناك الساخطين والمعارضين وأيضاً المحبين. قبل إجابتي على مسألة المخاطر التي نواجهها، أولا في نقطة مهمة ألا نتعذر أي إعلامي بمسألة الإمكانيات. نعم. وجود السوشيال ميديا والفيسبوك أزاحت كل الأعذار أن نتكلم أن نكتب، يعني ما يوجد لنا أي عذر، يعني سنقاتل إعلاميا بما نستطيع. هذا أولا. الأمر الثاني مسألة المخاطر، يعني هددنا في حياتنا، هددنا في كل شيء، يعني طردنا من بلدنا وأصدروا في حق الأخ محمد الأضرعي فتوى بإهدار الدم، وهذا أعتقد ما يعني ما حصلت مع أحد أن يصدر فتوى بهذا الأمر. يعني فما تخيل تم اعتقال أيضا أخي فترة من الفترات، لكن الحمد لله فك الله أسره. لكن في الأخير ما هو أقصى ما يستطيع أن يعمل الآخر هو أن يقتلك؟ هذا شرف أن تقتل من أجل مبدأ أو من أجل كلمة حق.
يا رجل الواحد يموت من فوق دبابة أو يطيح، أو أحيانا يجيلك موت بسبب تافه، كونك تموت بسبب أنك قلت كلمة حق أو من أجل المبدأ فهذا شرف لنا ولأولادنا يعني. وما أعتقدش من خلال تقصيرنا وذنوبنا أن ييسر هذا الشرف العظيم يعني. هذا أقصى ما يستطيع أن يعمل الآخر. ودائما كنا على طوال السنوات نتغنى بحب الوطن وأننا ضحي، جاء الوقت لنثبت هذه القيم من خلال مواقف جدية، وألا ننحاز إلى طريق الحياد يعني بحجة السلامة. فالمحايد كما قال مارتن لوثر في وقت الفتن خيانة عظمى. نعم. طيب أستاذ علي أبقى ما يعود للأستاذ عدنان. أستاذ عدنان تسمعني الآن؟ أسمعك أخي بشير، مرحبا بك من جديد والحمد لله يعني الآن أنك تسمعنا بوضوح. أستاذ عدنان، البرامج الفنية والساخرة يعني كما تحدثت كنت قد سألتك ولكنك لم تسمع السؤال، هل يعني سدت الفراغ الذي يعني يتركه الإعلام المؤيد للشرعية من جانب توعوي للفئة البسيطة من الناس التي ربما لا تفهم لغة السياسة أو لغة النخبة؟ يعني لا شك أنه تأثيرها واضح، لكن للأسف الشديد أنها موسمية تأتي في موسم رمضان. نعم. والمعركة طوال العام ومحاور المعارك يعني كثيرة جدا، يعني المحور العسكري يعني ميدان لحاله، وميدان السياسي وميدان الدبلوماسي وميدان الإعلام الذي يعاني من قصور كبير على مستوى كل القنوات، وميدان السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي، وتأتي يعني تأتي في صدارة كل هذه الوسائل وسائل التأثير يعني البرامج الساخرة، لكنها للأسف تأتي موسمية باستثناء بعض البث المباشر لبعض الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يعني يفتقر للعمق ويفتقر للرؤية السياسية المكتملة. فنتمنى أن تستمر هذه البرامج طوال العام، وأن يستمر العطاء الفني. نعم. سواء بالأغنية، بالأنشودة، بالقصيدة، بالبث المباشر، بالكوميديا، بالنكتة، بالكاريكاتير. التقصير أين يكمن أستاذ عدنان؟ التقصير أين يكمن، بالفنانين والمبدعين والموهوبين أم في من يمولهم ويدعمهم ويفكر معهم أيضا؟ حقيقة الفنانين صراحة على استعداد تام ومجندين أنفسهم لهذا الجانب، لكن يفتقروا للدعم المادي سواء من وزارة الإعلام، من وزارة الثقافة، من قيادة التوجيه المعنوي، ألا يعني تصرف أموال وتهدر أموال كثيرة على مواقع لا يتابعها أحد، بينما هؤلاء الفنانين الذين يتابعوهم بالملايين يفتقروا للدعم المادي الواضح، للدعم المعنوي، للتشجيع، لفتح مساحات كبيرة لهم لإيصال تأثيرهم. القنوات يعني موازنتها لا تسمح أن تظل تنتج طوال العام. أضف إلى ذلك يا عزيزي، البرامج الساخرة تأخذ من الجهد والوقت والإعداد تأخذ جهد كبير، لكن يعني لكنها للأسف أكرر موسمية. فلو استمرت طوال العام هناك أحداث كثيرة تحتاج إلى تفنيد، يعني تجد مثلا قنوات الطرف الآخر، قنوات الحوثيين أو القنوات اللي صادروها وصادروا وسائلها، يعني يحاولوا أن يقدموا بعض البرامج الساخرة على المستوى اليومي. واعتقد ان الاخ محمد الربع في برنامجه فند هذه البرامج الساخره التي قدمت صوره سيئه عن الفن الساخر الانيق الذكي الذي يصل لقلوب الناس واحساسهم ويغير في افكارهم وتصوراتهم، لكنهم يعني ما زالوا يواصلوا الهد ونحن بنفس الوقت مقصرين الا في الموسم اللي هو رمضان. كان صراحه تاثير الشباب تأثير كبير. نعم. وأوجعوا الحوثيين وأسقطوا هالة عبد الملك الحوثي وقداسة الهاشميين الذين يدعوا الأفضلية على عباد الله. نعم. أستاذ علي الحجوري، ذكر الأستاذ عدنان نقطة في غاية الأهمية، أنه عملكم يعني مع أهميته ومع الاهتمام الكبير والمشاهدة التي تصل إلى الملايين لبرامجكم وما تقدموه، لكنها موسمية. برأيك لماذا لا تتحول هذه الأعمال إلى أسبوعية على الأقل طوال أيام السنة؟ كما قال الأستاذ عدنان الله يحفظه، يعني أنه الفنانين على استعداد تام لعمل برامج يومية طوال السنة مش إلا أسبوعية، لكن نحن نفتقد إلى شركات الإنتاج، لا يوجد أي شركة إنتاج أو جهات راعية أو قنوات، ما يوجد. وقد حاولنا هنا في الأخير
نحن منتظرين من يتصل لنا للعمل، نحن مستعدين في أي وقت لعمل برامج تكون طوال السنة يعني. نعم، الإعلام الرسمي والحكومة الشرعية لماذا لا تهليكم اهتمام مثل ما تحدث الأستاذ عدنان؟ ربما هناك يعني موازنات كبيرة، ملايين الريال تذهب لبعض المواقع أو بعض الكتاب أو ما شابه ذلك، في الوقت الذي أنتم ربما يعني عصا الوعي الأولى يتم التجاهلكم، لماذا برأيك؟ والله هذا أيضا من الفساد الموجود في الحكومة الشرعية يعني، وأقولها بكل صراحة أنه كثير من الموازنات تذهب إلى، رغم أنه كما سمعنا أن هناك موازنات هائلة ومبالغ طائلة لهذه الوزارات اللي يعني المعنية بالإعلام، لكن لا نرى أي شيء نحن يعني، ولم نرى أي دعم من أي جهة حكومية، رغم أن الإعلام في هذا الوقت يعتبر في الصف الأول في مقدمة الصفوف، لأن معركتنا معركة وعي. نحن لا نستطيع أن نخاطب الفكر إلا بفكر، الإعلام هو الذي سيغير المعادلة كاملا. نعم. لكن نصرف طوال السنوات، لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا يعني. ولكن لا حياة لمن تنادي. كلمة أخيرة أستاذ علي فقط لجمهورك ومحبيك ومعارضيك، تفضل نختم بها. كلمة أخيرة، سئل الحق أين أنت عندما طغى الباطل، قال كنت تحته أكتف الجذورة. الأمل والتفاؤل لابد أن نملأ به قلوبنا، أن القادم أجمل، وأن اليمن كانت تتعرض لعملية استئصال سرطاني ستعود إلى صحتها، وستعود اليمن الجديد الحقيقي الذي يملأه السلام والحب، كلنا تحت مظلة الدولة العادلة. نعم. وهذا المخاض كله لتنظيف الوطن من الجراثيم، نسأل الله عز وجل أن يعيدنا إلى وطننا. أشكرك جزيل الشكر، شكرا لك أستاذ علي الحجوري الفنان القدير، كنت معنا وعلى رحابة صدرك ومشاركتك معنا في برنامج بين قوسين في بلقيس. عودة أخيرة أيضا للأستاذ الإعلامي والناقد الفني عدنان الورافي. أستاذ عدنان، كلمة أيضا أخيرة لك، يعني نصيحة أو توصية للقائمين على هذه البرامج الساخرة. أكرر الشكر لكم قناة بلقيس على أدائكم في الميدان وتغطيتكم الدائمة، وأنتم صراحة يعني رأس حربة في معركة الإعلام. رسالتي للسيد رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والقائمين على هذه الدولة أن يعجلوا بالنصر، الميليشيات انهيار دائم، أن يدعموا كل الوسائل التي أن يوحدوا جبهة المقاومة وجبهة الشرعية أن تكون في اتجاه واحد، وأن نترك المناكفات وأن نترك الخلافات وأن ننظر إلى اليمن، اليمن البعيد الذي يصادر منا. اليمن مسؤوليتنا. أقول لكل إعلامي في اليمن ولكل مسؤول غاب عن الوطن، غبنا يجب ألا يغيب الوطن في داخلنا، يجب أن تظل اليمن حاضرة. أدعو كل التجار والمستثمرين وأصحاب المال أن يدعموا البرامج التلفزيونية، أن يدعموا الدراما، أن يدعموا البرامج الثقافية، أن يدعموا إنتاج أوبريتات كبيرة تلم الشمل وتدعو إلى وحدة الصف وترسم مستقبل اليمن الجديد وتدعو إلى التنمية. أمامنا مهام كبيرة. اليمن ينتظرنا. نعم. الوطن ينادينا، جراحه كثيرة. يجب شكرا لك أستاذ عدنان. أشكرك جزيل الشكر الإعلامي والناقد الفني الأستاذ عدنان الورافي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرياض. والشكر أيضا للفنان القدير علي الحجوري، وكذلك للزميل العزيز الإعلامي الساخر والفنان محمد الربع، وتحيانا أيضا للأستاذ محمد الأضرعي، كنا نتمنى أن يكون معنا لكن ربما لظروف خاصة لم يستطيع أن يكون معنا في هذا اللقاء. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحايا الشباب في الإعداد والإنتاج الزميل وديع عطا والزميلة إلهام عامر، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان. حفظكم الله والوطن.